إذن الأسواق العالمية الآن بدأت تتحول في التركيز إلى نتائج الشركات وخصوصا القطاع المصرفي قبل أن تبدأ نتائج القطاعات الأخرى بالتوالي، خصوصا القطاع التكنولوجيا الذي يعني يشكل الوزن الأكبر من الارتفاعات التي شهدناها منذ بداية العام. سهم إنفيديا وحده أعطى 20% من مكاسب S&P منذ بداية السنة، وبالتالي بات من حيث الوزن طاغيا على نشاط الأسهم الأمريكية. إنفيديا سجل في بداية هذا الأسبوع مستوى قياسيا جديدا مع ارتفاع القيمة السوقية الشركة إلى 3.4 تريليون دولار. اليوم نرى مكاسب ب 16 نقطة مئوية، لكن من بعد أن شاهدنا بعض التراجعات في جلسة الأمس. لنذهب إلى ضيفنا من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، ولنسأله عن هذه الاستهلالية لموسم النتائج والتي بدأت من القطاع المصرفي. كيف ترى استقبال السوق للنتائج؟ هل بالغت في قراءتها؟ هل رحبت بها أكثر مما تعطينا الأرقام فعلا؟ حقيقة نحن شفنا أنه في عنا رياكشن قوي نسبيا، خصوصا بالناحية السلبية شفنا أكثر من الناحية الإيجابية اللي كانت يوم أمس مع بيانات ASML اللي هي كانت نوعا ما مخيب الأمال في موضوع صناعة الرقائق الإلكترونية، ولكن مع ذلك كان رياكشن كبير بالسوق حقيقة على وكأن البيانات الإيجابية التي حصلنا عليها يوم الجمعة من مورغان ستانلي وبيانات قطاع البنوك التي كانت إيجابية وأعلى من التوقعات تم التراجع عنها سريعا، فبالتالي هذا يؤكد على أن هناك حساسية مفرطة لموسم الأرباح هذا الكوارتر أو هذا بهذا الربع، وبالتالي يؤكد على أنه حيازات المحافظ الاستثمارية من الأسهم هي تزداد بشكل أكبر وتزداد حساسيتها لمثل هذه البيانات، بيانات الإيرنينجز. حقيقة هذا يعطينا أفاق نوعا ما إيجابية لموضوع أسواق الأسهم عموما، والبيانات حتى الآن التي صدرت والإيرادات التي صدرت بمعظمها كانت نوعا ما إيجابية. رائد، يعني صحيح أنه كانت في ردة فعل يعني شديدة نوعا ما على أسهم صناعة شركات صناعة الرقائق يوم أمس، ولكنها تأتي من بعد ارتفاعات قياسية. إنفيديا يعود إلى مستوى قياسي جديد، وإذا رأينا الرالي منذ بداية السنة يعني نحن عند مستويات قياسية أو قريبين من مستويات قياسية سواء للS&P أو لداو جونز، وحتى نازك ليس بعيدا عن الأول تايم هاي. هل ترى أنه الفاليويشنز الآن تقييمات باتت محل قلق للمستثمرين؟ تماما، الآن هي تقييمات كبيرة جدا في سوق الأسهم، وهناك نوعا ما يمكن وصفها بالمبالغة في عملية تقييم الفترات المستقبلية بالنسبة لأداء الشركات، وهذا يخلق صدمات أو disappointments تماما عندما يكون هناك أي إعلان على أنه ممكن يتغير الجايدلاينز أو ممكن يتغير بعض التوقعات للفترة المستقبلية في بعض القطاعات، وهذا نتيجة الثقل الاستثمار الكبير الموجه حاليا في قطاع الأسهم وبالتحديد في قطاع التكنولوجيا على سبيل المثال. هذا يؤكد على أنه الرغبة بالمخاطرة هي أعلى كانت في الفترة الماضية بشكل كبير جدا، والآن يوجد يعني مثل ما نستطيع القول النوع من الهيفي موفمنت، إذا كان هناك تحركات ستكون تحركات كبيرة نسبيا، وبالتالي إذا كان هناك مرحلة ونقبل عليها بعزوف على المخاطرة راح يكون في عنا ربما تراجعات قوية كذلك الأمر. طيب رائد أستأذنك، سنذهب مباشرة إلى بروكسل لمتابعة جلسة الافتتاحية للقمة الخليجية الأوروبية، وهي أول قمة على مستوى القادة بين التجمعين.